فجمهور عظيم جدا جدا جدا. دايما الناس تقول لي اسلام انت بتتكلم كتير على الجمهور وعايز يعني تستعطف. انا ولا بستعطف ولا بقول كذا ولا بقول كذا، انا بقول الحقيقه كامله للجمهور. قلت لحضراتكم امبارح واحنا بنذيع المباراه او قبل بدايه المباراه، قلت لكم ان الماتش مش هيتذاع، ما خفتش اطلع او اقعد العب بحضراتكم واقول لكم كذا هنطلع وكذا مش هنطلع. لا، انا طلعت قلت لحضراتكم ان حتى هذه اللحظه المباراه لن تذاع، وما كانتش عندنا على فكره، كانت في قناه تانية، لاني عرفت الحقيقه فقلت هطلع اقولها للناس بغض النظر عن اي شيء اخر. فانا بالنسبه لي انا ولا بستعطف ولا بعمل اي حاجه، انا بقول الحقيقه فقط، الحقيقه اللي انا اقدر اقولها او اللي انا عارفها وبطلع اقدر اقولها بمنتهى الثقه. ثقتي كبيرة جدا في جمهور النادي الأهلي، ثقتي كبيرة جدا جدا في كل الناس اللي بتقعد تتفرج، كل جمهور النادي الأهلي اللي بيقعد يتفرج على قناة النادي الأهلي. ببقى سعيد من جوايا لما الناس بتقعد تقول لي قد إيه إحنا مبسوطين بالشغل اللي أنتوا عملتوه إمبارح، قد إيه إحنا مبسوطين بشريف شعبان اللي كان موجود إمبارح في غينيا والشغل اللي إتعمل إمبارح، قد إيه مبسوطين بفريق الإعداد اللي موجود. والناس فاهمة، الناس مش بتقول لي إحنا مبسوطين منك. الناس مش بتقول لي احنا مبسوطين منك، الناس بتقول لي احنا مبسوطين من الدكتور محمد العدل رئيس القناه، احنا مبسوطين من الاستاذ ايمن بدره مدير البرامج في القناه، مبسوطين من فريق الاعداد اللي موجود في القناه بالكامل، سواء محمود سعيد او عاطف او كل الناس، انا مش عايز اقول اسماء بس عشان ما انساش حد. الناس مبسوطه من شريف شعبان اللي علق على المباراه وصوته راح امبارح طوال المباراه، الناس سعيده جدا. وجمهور النادي الاهلي قال احنا عارفين ان انتوا على قد ما تقدروا حاولتوا ان انتوا تعملوا شغلكم. الناس كانت مبسوطة من الكابتن حشيش وكلامه، الناس كانت مبسوطة من الكابتن بلال والكابتن أسامة حسني وكلامهم. فالحمد لله عندنا جمهور ذكي، جمهور واعي، جمهور عارف لما يجي يطلع يتكلم أو هو عارف الأمور بتبقى ماشية إزاي. أنا مش محتاج أتكلم كتير، أنا بيبقى دوري إن أنا أوصل الحقيقة، حتى لو مش هقدر أقولها صراحة بوصلها للناس بطريقة، وجمهور النادي الأهلي بيفهمها لوحده. فأنا الحقيقة سعيد جدا بردود الافعال مثلا على حلقه امبارح مباراه النادي الاهلي وكانوا سبورت، على الرغم من ان هي كانت صوت بس، كنا احنا اللي في الصوره مع حضراتكم الاستوديو التحليلي، ولكن قد ايه الناس اللي كلمتني وقد ايه الناس اللي بتشكر كل المجهود او كل الناس اللي ورا، حتى الناس اللي ورا الكاميرات، زمايلنا اللي ورا الكاميرات قالوا لي اشكر لنا الناس دي واحد واحد. فأنا بناء على طلب الجمهور أنا بشكر كل الناس اللي اشتغلت في حلقة امبارح، بشكرهم جدا الحقيقة على الحلقة أو يعني مباراة امبارح. الاستوديو التحليلي ما كانش عندنا صورة، ولكن قدرنا نعيش حضراتكم جوه الحدث، قدرنا لما الهدف دخل رجعنا وشرحنا لكم الهدف، شريف شرح لكم الهدف. كل الناس اشتغلت، كل الناس تعبت، كل الناس او كل جمهور النادي الاهلي اللي قاعد بيتفرج على قناه النادي الاهلي امبارح قدر جدا، مش اسلام خالص الحمد لله شكرا، يعني انا عارف ان انتم بتقدروني دايما، ولكن الناس كلها والله بجد الناس اللي بتكلمني من امبارح للنهارده قد ايه، وعلى تويتر، خشوا على تويتر عندي وشوفوا، خشوا على الانستجرام وشوفوا، خشوا الكلام شوفوا الناس الكلام اللي كاتبينه قد ايه، وقد ايه انا مبسوط بالكلام ده، قد ايه انا مبسوط ان الناس بتشكر. وعارفين جمهور الاهلي ذكي زي ما بقول لكم، فاهم كويس قوي ان شريف تعب، فاهم ان الاستاذ محمد العدل تعب، فاهم ان الاستاذ ايمن بدره تعب، فاهم ان الاستاذ محمود سعيد تعب، فاهم ان الاستاذ عاطف جبر تعب، فاهم ان الاستاذ سمير تعب، فاهم ان الناس كلها تعبت، مش اسلام بس، فاهم ان الكابتن حشيش كان بيتكلم من جواه عشان يوصل لحضراتكم الصوره كامله، الصوره اللي هي مش باينه. اسامه، كابتن اسامه وكابتن بلال نفس الكلام. وبالتالي قد ايه انا ببقى سعيد جدا، عشان كده انا بقول الحقيقه فقط، ما عنديش اي حاجه تانية اقولها. لما بقول لحضراتكم ان انتوا جمهور عظيم، فعلا جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، انا ولا مش محتاج ان انا اتكلم واستعطف واقول كذا خالص، مش محتاج ان انا اعمل الكلام ده، لان انا عارف كويس جدا ان الناس فاهمه وواعيه، جمهور النادي الاهلي فاهم وواعي. لما قلت لكم على موضوع الفخ، انا خدته منين الكلام ده؟ الفخ اللي بيتعمل يوم الجمعه من بعض الانديه، انا قلت الكلام ده من مين؟ من حضراتكم، منكم انتوا اللي خليتوني اقول الكلام ده على الهواء مباشره. وانا متاكد ان انتوا هتنصفوا نفسكم وهتنصفوا النادي الاهلي في مباراه يوم الجمعه اللي جايه في السوبر، انا ده متاكد منه مليون في الميه، متاكد ان انتوا مهما حصل من جمهور المنافس الخصم،
اللي اتمنى المنافس، اتمنى اللي هم يكونوا ان شاء الله، ان شاء الله انا متاكد برضو ان شاء الله يكونوا كويسين، ولكن مهما حصل سيظل دائما جمهور النادي الاهلي. ما احنا بنشتم كل يوم، كل يوم من كل يوم الناس بتقعد تقول اي كلام، كل يوم بيشتموا اي ويقولوا اي كلام، ما حد بيطلع يتكلم، حد بيطلع يرد، مع ان الرد سهل قوي قوي، اسهل حاجه في الدنيا الرد، ولكن هي الحقيقه مش كده. احنا دايما بنتعامل باسم النادي الاهلي، برقي النادي الاهلي، مش بنتعامل حتى لو احنا وحشين كاشخاص، ما بنتعاملش كده، لان احنا جوه قناه النادي الاهلي، فاحنا دايما بنتعامل باخلاق ومبادئ النادي الاهلي. والكلام ده انا مش بقوله مجرد كلام وخلاص، اكيد حضراتكم عارفين الكلام اللي انا بقوله ده، لان انتوا اللي علمتونا كجمهور وكاداره سابقه من 1907 وحتى الان قد ايه ان احنا لازم نتمسك بالاخلاق والقيم والمبادئ اللي احنا تعودنا عليها داخل النادي الاهلي. فاسهل حاجه ان انا اطلع واحد يقول لك انت كذا، تطلع تقول له انت كذاين مش كذا واحد، سهل جدا الموضوع، لكن احنا مش منطقتنا، مش اسلوبنا، مش طريقتنا، احنا دايما طريقتنا ان احنا زي ما احنا بنتكلم كده بمنتهى الصراحه والموضوعيه، بنتكلم مع حضراتكم واللي احنا عارفينه بنطلع نقوله، وحتى اللي احنا ما ينفعش نقوله انا بوصله لحضراتكم، او انا يبقى مجموعه الفريق العمل بالكامل يعني بنوصل لحضراتكم حتى لو بطريقه معينه، وجمهور النادي الاهلي بيفهمها وهي طايره.